بالنسبة للفوز لم أكن أشك فيه، بالنسبة لمريم والله ما كنت أشك فيه، ولدي وثائق ولدي يعني رسومات لمريم تؤكد هذا القول، وكنت أناقش مع أساتذتها ومع مؤطريها هذا الأمر. يعني بالنسبة لمريم يعني كنا متيقنين 100%، ولكن كانت هنالك تخوفات أكيد. فالمسابقة تجري على 3 أطوار، الطور الأول هو الطور الشفوي حيث توجد لجنة. يعني كنا متوجسين من أن يعني تخاف مريم أو تتوجس من هذه اللجنة. ثم الطور الثاني هو طور الكتابي، يعني اختبار كتابي مرتبط بمجموعة من المعارف أو تحليل النص. ثم هنالك الطور الثالث وهو الذي شاهدتموه على المباشر، حيث تعطى للتلميذ يعني يعطاه سؤال ويجيب عنه في دقيقة. حقيقة يعني لازلنا لم نخرج من الصدمة ومن يعني الفرحة، أكيد من غمرة هذه الفرحة مريم. يعني سنحاول يعني الآن أن نخرج من هذه الفرحة هذه ومن هذا الوضع هذا، ثم بعد ذلك سنفكر ماذا سنفعل إن شاء الله. بالدرجة الأولى أوجه شكري للشعب المغربي، لأنه ساندنا منذ البداية ولا زال يساندنا. أو رأيتم البارحة فرحة إخواننا الجالية المغربية بالإمارات كيف احتفلوا بمريم، والله دمعت عيناي فرحا بذلك. يعني تخيلوا معي، اتصلوا بي وقالوا لي نريد لقاء أخي الحسن، وذهبت إلي وجاءوا إلي، أنا لم أذهب إلي، جاءوا إلي بسيارتهم ونقلوني. ثم بعد ذلك اكتشفت أنهم يعني أعدوا عشاء، بل أكثر من ذلك أعدوا حفلة، يعني ألبست مريم لباسا مغربيا، وبعد ذلك كما نقول بالدارجة جاءوا بالدقيقية، وداخل إحدى المقاهي يعني بدأوا يعني يحتفلون يغنون بالأهازيج المغربية. وأكيد هذا الحدث خلق نوعا من يعني الانتباه داخل الجاليات الأخرى والسكان يعني الأصليين في الإمارات، فاجتمع يعني حشد غفير جدا حولنا وبدأوا يتساءلون ما الذي يقع، ما الذي يجري. أقول يعني هذه اللفتة، هذه يعني قلت لفتة، يعني اسمها لفتة، نعم هذه لفتة وليست يعني لا أريد أن أصححها، قلت هذه اللفتة يعني تركت أثرا طيبا. ومن ثم لا يمكن إلا أن أوجه الشكر للشعب المغربي. مريم هي الأمل، مريم هي الأمل بالنسبة لي، يعني كما أقول مستقبلي أنا ورائي، فأنا الآن في 40، يعني إلى ماذا سأطمح؟ يعني ما عاد لي أكيد طموح هو أن أرى وأن أرى ابني وأبناء الشعب المغربي